داهمونا مداهمات وبصورة استفزازية ويجبروك على أنه أنت تتخذ غير إجراءات. بطريقة غامضة اعتقل أولادهم، الإفراج عنهم يتطلب مقطع مصور يظهر هدم منازلهم. أخوي محمد نايم بالبيت، دقوا الباب يا بري، طلعت الوالدة يريد واحد من الولد، واحد من الولد، يعني لا يدرون من الولد من إيش قد ولد، أنا ما شايف هيك أمر قبض. طلع محمد اصعد بالمركز، شو اسمك محمد جبار، انقامت عليه دعوة. الدعوة وين؟ من صدرها؟ أمر القبض وين؟ وين أخذوه؟ شرطة الأمانة بالخلاني، شرطة الأمانة. احنا طبعا نجهل بالقوانين، الحمد لله ناس احنا آمنين وما عدنا لا زايدة ناقصة ولا عدنا جناية الحمد لله، ولا نفتهم بالمراكز. بعدين هسه من استفسرت انه شرطة الأمانة انا ادري بيها هسه شغلها بس حماية، بس حماية، شلون تعتقل؟ احنا هاي هذا الظلم هنا، هي هاي المظلومية. يابا اريد واحد من المركز يحكي وياي، ما يخلوك يطب، ما تطب يعني يابا احنا هسه ابننا على شنو غير نفتهم؟ حتى نخلي محامي، نخلي شيء ما يحاكيك. ابنك روح صور لي، فلش بيتك وتجيب لي صور قاع وعود يطلع ابنك. في الكاظمية عوائل تتعرض للتهجير القسري للاستحواذ على منطقتهم. والمسؤول الدولة اللي عنده علاقات يستخدم القوة مالته في تهجير الناس ويساومها ويذبها بالسجن، يقولها والله تعال إلا شيل وتفلش، على إنه تطيني بيتك على أساس، على يا قانون؟ احنا بغابة او لو دولة ومؤسسات واكو رئيس وزراء واكو سيادة، وين هالسيادة؟ احنا صرنا حالنا حال فلسطين، يعني شلون بالله؟ شو يريدوننا من عندنا؟ شو يريدون من عندنا؟ اولا هاي العوائل فقيرة وعندهم موظفين، عندهم شهداء، عندهم مهجرين من قبل المشاكل اللي صارت عندنا. يكشفون الحقائق التي تثبت التزامهم بالأمور المادية المترتبة عليهم ويرون تفاصيل هذا التهديد. هذا الوصل إيجار، هذا احنا ساكنين المنطقة من 2009 وحاليا عوائل تقريبا بالألف نسمة بالمنطقة، هاي كلها كسبة، ناس كسبة يعني ظروفهم تعبانة، وبالوقت هسه اللي احنا هذا الوقت اللي محرج يجون علينا يساومونا انه بالخروج بدون بديل بدون اي شيء. يا طريقه يساوموكم؟ يساومونا بالقوه مثلا، يعني مثلا يجون جهات امنيه تطلعون له نحبسكم. يوجهون رسائلهم صوب رئيس الوزراء لينتصر لهم. عندي سؤال اوجهه لرئيس الوزراء المحترم ابو مصطفى، من لزم شاربه وقال اني المواطن اهم شيء عندي، المواطن اين هي كلمه المواطن؟ المواطن المواطن صار ان احنا بال 2017 ما ادري ايش وقت احنا قاعدين هنا، ده يجي يقول لي تجاوز، يجي القاضي راس على راس ريش القاضي حتى ياخذ شيء للمواطن الفقير، يدوس علي يوميا جاينا تهديد على شنو؟ من بغداد مصطفى لطيف، قناة الرشيد الفضائية.